كابتن اسلام ومع كل مشاهدينا ومتابعينا. انضم لي كمان الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى اللي عايزين نطمن طبعا في البدايه على الشناوي. اطمن معاك الاول، ابارك لك كابتن طارق على المباراه وعلى الجيم، لكن عايز اطمن منك على الشناوي. شريف النهارده ادى اداء اكتر من رائع، وبتكلم معاك على طول، عامل انت يا كابتن طارق منافسه شريفه بين الثلاثي او الرباعي كمان، مصطفى الشوبير بينضم لهم. مبروك النهارده كابتن طارق في البدايه. الله يبارك فيك يا كريم، الحمد لله رب العالمين على المكسب. مكسب مهم طبعا، 3 بونت مهمين جدا في السباق بتاع الدوري. يعني النهارده زي ما انت شفت كده المباراه، يعني كانت صعبه، مباراه مش سهله، جونا بيتقدم بجون وبعدين بنتعادل وبعدين في الاخر بنجيب جون المكسب. فالحمد لله لسه الدوري طويل ولسه المباريات اصعب، في مباريات صعبه لسه كتير جايه، كل مباراه صعبه مفيش مباراه سهله. حتى في مباراه داخليه برضو كنا متقدمين 2-0 وبعدين هم رجعوا بهدف والمباراه صعبت شويه وبعدين ربنا اكرمنا بالهدف الثالث، فما فيش مباراه سهله، كل مباراه صعبه يعني. بقول الحمد لله على المكسب النهارده. وزي ما يعني موضوع الشناوي طبعا، والشناوي عنده اجهاد في العضله الضمه، فضلنا برضو ان احنا نريحه مباراه النهارده، وهيبقى برضو يعني هو امبارح ريح وعندنا احتمال يبقى في اجازه يوم او اتنين، هيفرقوا معاه جدا في التاهيل. ان شاء الله يرجع معانا، اول ما نرجع ان شاء الله هيبدا تمرين وان شاء الله يبقى جاهز. برضو منافسه زي ما انت قلت، منافسه شريفه بين شريف وشناوي وعلي، وبيطلع معايا من تحت مصطفى زي ما انت قلت، واحمد طارق برضو موجود بشكل كويس وبينافس بنفسه بعضه، كلهم الولاد الصغيرين طبعا بياخدوا خبرات من الثلاثه الكبار، ودي نقطة مهمة يعني ان احنا بيبقى فيه بالتبادل. في كمان حمزة علاء وفي رمضان وفي محمد طارق، في 5-6 حراس مرمى كويسين في القطاع، بنعمل يعني بيبقى فيه تبادل بينهم يعني كلهم. واتمنى ان شاء الله ان المنافسة دي في الاخر بتطلع اداء كويس بالنسبة للحراس. يعني من الاشياء كمان اللي مميزه هو تركيز الحراس في كل مباراه. النهارده بشوف شريف في الحالات اللي جات له عايز اتكلم عليها كمان معاك، قراراته كانت مميزه، ضغط كمان كان في المباراه الشوط الثاني. يعني لو بنقيم الحالات اللي جات على شريف اكرام النهارده كابتن، والله يا شريف ما شاء الله مركز. يعني حتى المباراه اللي لعبها رغم ان احنا كنا بنسخن الشناوي، وفجاه الشناوي جاله الاجهاد ده واستبعدناه من المباراه اللي هي اللي شريف بدا فيها، وكانت مباراه صعبه مش سهله. شريف ادى ما شاء الله وادى بشكل كويس، شخصيه شريف ما شاء الله شخصيه قويه جدا جدا، وده يمكن يعني ما بنتكلمش على شريف دلوقتي، شريف ما شاء الله يعني له يعني انجازات كبيره مع النادي، وعدد مباريات داخل في 300 مباراه مع النادي. يعني النهارده برضو شريف كل الاختبارات اللي تعرض لها النهارده ادى بشكل كويس، قراراته كلها كويسه، توجيهاته لزمايله، حتى الارسالات اللي بيلعبها برجليه بيعملها بشكل كويس قوي. فدي شخصيه شريف اكرامي يعني شريف اكرامي يعني ما شاء الله يعني. وده خد بالك كان ده بيبان في الملعب كمان، بره الملعب كمان بقى له دور مهم جدا 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 طبعا. النقطة المهمة دي مهمة قوي ان احنا نتكلم عليها، لان شريف دوره القيادي وهو كابتن فريق للنادي الاهلي، لما ما بيبقاش متواجد لا بنشوف حاجات في الكواليس انت تنقلها لنا برضه كابتن. طبعا شريف مش عايز اتكلم يعني، شريف طبعا ككابتن فرقة بعد حسام عاشور، موجود حسام، موجود وليد سليمان، موجود احمد فتحي، يعني مش عايز انسى حد، اللعيبة الكبار كلهم، هشام محمد الشناوي برضه مداخل من قريب من كباتن الفرقة برضه، يبقى اوقات كتير بينزل كابتن الفرقة. انما شخصيه اللعيب الكبير دي مهمه قوي ان ينقلها للولاد الصغيرين اللي هم ما شاء الله دلوقتي بقى عندك محمد هاني وعندك رمضان وعندك كريم وعندك ناصر، لعيبه كتير طالعه، وعندك ان شاء الله لما يرجع لنا بقى السنه الجايه في لعيبه كتير هترجع من الاعراض. فمهم قوي 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 ان الولاد دول يتعلموا من اللعيبه الكبار، وهو ده النادي الاهلي. يعني احنا يعني كلنا بنتعلم من اللي قبلينا واللي قبلنا، يعني هي كده النادي الاهلي كده، اتعودنا كده في النادي الاهلي يعني. شكرا يا كريم، شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير للجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي على الاصرار والفوز النهارده، فوز مهم، وكل المباريات ان شاء الله من النادي الاهلي الفتره القادمه يكون هذا الاصرار وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء تكون السائده على الفريق ان شاء الله. كابتن اسلام تدريجيا نصل الى المكان الطبيعي، المركز الاول في بطوله الدوري العام، ومنها الحفاظ ان شاء الله على لقب بطوله